السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. وأشرقت أقمارك وأشرقت أعمالك يا كريم. يسعد أوقاتكم جميعا. قبل شهر وأكثر شوي من تاريخ هذا الفيديو تشرفت في زيارة معرض الأستاذ والفنان والمصور الفوتوغرافي كريم خلف في مدينة الناصري في مركز محمود درويش. المفروض هذا هو مسكر يفصل سبب الكورونا. لا تتكرر لأنه عدم ارتفاع الزهور اللي تقطع قبل ما تتكرر. مزبوط، فهذه بسبب الكورونا الوحيد أو أكثر واحد استفاد من الكورونا. صح. سعدني جدا تواجد هناك مجموعة من المصورين والفنانين الفوتوغرافيين. الوضع بجنن، ما شاء الله عنه أستاذ كريم مبدع بمعنى يعني لوحات جدا رائعة غطي مناطق شاملة بكل فلسطين. أجا كريم اليوم وبلوحاته يعني شرفنا وشرف البلد وبرفع الراس نحترم. المعرض كان مليان طاقات إيجابية، تفاعل الجمهور مع لوحات الفنان كريم خلف زاد على الأجواء متعة ورهبة غريبة. اليوم عنا الناصري فيها إبداع، فإبداعات كريم وفن التصوير فهذا أعطانا رونق خاص. شكرا كثير لكريم. احنا ما كنا ننتظر المعرض ليبرز فن كريم اللي دائما اسمه سابقه واعماله سابقته، وفعلا اجى بالمعرض هذا حط بصمته اللي ما رح ننساها جميعا. احنا مصورين فلسطين معتبرينه استاذنا وهو قدوتنا، وبنتمنى لك يا كريم دائما التوفيق والنجاح باذن الله. ننتظر منك اكثر والاكثر، مع انه يمكن ما فيش اكثر. ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك، ما شاء الله عنك كريم، كل الاحترام. يعطيك العافية. مساء الخير للجميع، أهلا وسهلا بضيوفنا الأعزاء من بلدنا المخيبلة، أهلنا من عكا والقدس وكل بلادنا وبلداتنا. التصوير الفوتوغرافي معناه أن تعلن الحرب على الروتين، وشكرا لكريم اللي أضحكنا بهذه اللوحات في داخل الجاليري وأمامنا جميعا. أوش مساء الخير للجميع، أهلا وسهلا فيكم. عن جد شرفت، وأنا بحب أشكر قرايب زعبي والمركز الثقافي. سوق الجبل هاي بالنقب الجنوبي بتبعد تقريبا شمالي إلى 3 ساعة. هذا الجبل عشان نصله بحاجة لجيب قطع رباعي. في مفاجأة لكريم منكم.
المعرض كان تحفة فنية فوتوغرافية بمعنى الكلمة. صور كانت على مستوى عالي جدا. المعرض كان مستوى عالمي. كانش في داعي تسافر لبريت البلاد عشان تشوف معرض بهذا المستوى. في عنا فنانين وفي عنا مصورين اللي ممكن يعطونا نتائج عالمية غير ما نروح لبعيد. الأزعجني بالموضوع وعدم حضور اللي بيسموا حال المصورين والفوتوغرافيين على أساس نشجع وندعم بعض بهيك مشاريع وبهيك معارض. الهدف هو أنه نرفع مستوى التصوير بشكل عام في الوسط العربي. جمال، هلو نتصور صورة هيك جماعية. الله يرضى عليك. انت بالوسط طبعا، يلا تعالوا قربوا. مين دي صورنا؟ بدنا حدا يصورنا هيك صار. والله سعيدة، حياك الله حبيبي.